مساءكم خير وكل سنة وحضراتكم بألف خير. هو الحقيقة إحنا محظوظين بشكل ما كده، كل اللي اتولد على أرض البلد دي محظوظ حبة زيادة في استقبال شهر رمضان المبارك، لأنه على غير البهجة المعتادة والروحانية اللي بتصاحب الشهر والطقوس الجميلة والتجمعات والعيلة وكتير من الحاجات المرتبطة بشهر رمضان من الناحية الدينية والاجتماعية، إلا أنه من الناحية المصرية شهر رمضان حاجة تانية. شهر رمضان بتاعنا غير أي رمضان في أي مكان تاني في العالم، وحتى بقلب جامد نقول حتى في أي دولة عربية شقيقة أخرى. رمضان بتاعنا أجمل ما فيه أنه يشبهنا قوي، وأنه بيرجع المصريين شبهنا. إحنا أحياناً في الزحمة كده بنبقى شبه حاجة تانية مش عارفين إيه. أحياناً العصبية تاخدنا، الانفعال ياخدنا، الإحباط ياخدنا، الغلا ياخدنا، الفرحة تاخدنا، أياً كان. بس على كل حال في المرات أو في الأيام القليلة اللي بنلاقي المصريين الطبيعيين الحلوين اللي على طبيعتهم وبأصلهم وفطرتهم بتلاقيه في شهر رمضان. مش بتكلم عن أي نماذج غضبانة طول الوقت وحرانة طول الوقت وعطشانة طول الوقت وبتشتكي لك، لأنها كده مش فاهمة القصد والمعنى والمغزى من الصوم بشكل عام، وده بالمناسبة موضوع فقرتنا الرئيسية النهاردة. لكن بكلمك عن إنه ناس فجأة، مش فجأة، بسبب الشهر الكريم بتنتبه للي حواليها، وبفضل الشهر الكريم بتنتبه شوية إنها تخرج بره دايرتها، بتبص حواليها، تزود شوية في الكرم وزود شوية في العطاء وشوية في الخروج من دوائرنا المريحة، لأنه احنا طول السنة كل واحد فينا مشغول في دوامته هو وفي دايرته هو. فيمكن ده اللي بيرجعنا تاني نلاقي نفسنا بقينا نشبهنا وبقينا بني أدمين طبيعيين. على كل حال الظروف الاقتصادية السنة دي كانت عامل مهم جدا أننا نحط علامات من الاستفهام، هو شهر رمضان هيجي على الناس والظروف الطاحنة والأسعار عمالة تغلى والعالم كله فيه مشاكل، هيحصل إيه السنة دي؟ يمكن يبقى ده برضو بداية أو خيط البداية، لأننا وإحنا بنترد كده لإنسانيتنا، نترد للأصل أصلا من الصيام، ونستغنى شوية عن شوية حاجات وتفاصيل كانت مزعجة وكانت بتتقل علينا وكانت بتصعبها علينا، بدل ما تبقى فرصة أن كل حاجة تبقى أجمل وأبسط وأسهل. في ذكر بقى الظروف الجديدة الاقتصادية، لازم يبقى في جزء علينا وجزء على الدولة، وبالمناسبة الجزء اللي على الدولة لازم يبتدي الأول، وده اللي بيحصل كل مرة وده اللي الدولة بتحاول تقوله كل مرة. الدولة قالت أنه إحنا عارفين أنه موجة ارتفاع الأسعار بسبب كل الضغوط الاقتصادية اللي بتحاصرنا من كل جهة حصلت، وبنعترف بيها وبنواجهها وبنتكلم عنها، ونقول كمان أنه الدولة بتعلن مسؤوليتها الاجتماعية أولاً ناحية غلاء الأسعار، والنهاردة في 1/4 بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تصرف معاشات شهر إبريل من ماكينات الصرف الآلي بزيادة 13%. دي كانت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمجموعة من الإجراءات المالية اللي الهدف منها أنه يخف على الناس الإحساس الشديد بالتداعيات الاقتصادية العالمية، وتحديداً فئة المعاشات اللي السنة دي هتزيد 13%، الشهر ده زادت 13% بحد أدنى 120 جنيه وحد أقصى 1222 جنيه. مين اللي هيستفيد من 13% دي؟ 10 مليون مواطن، تكلفتها على الدولة 3.8 مليار جنيه شهرياً. لكن زي ما بقول لحضراتكم كده، الدولة بدأت الجزء اللي يخصها، في جزء تاني يخصنا، وفي جزء تاني يخص طريقة انفاقنا وطريقة صرفنا. ما ينفعش أبداً أبقى أنا بشتكي طول الوقت من غلاء الأسعار، لأنه طبيعي كل الناس وكل المستويات بتشتكي من الغلاء، لكن سلوكياتي اليومية اللي ينفع تقل لسه موجودة. يمكن اللي بيفرق العالم المتقدم اللي احنا بنقول عليه إنه عندهم ثقافة الاقتصاد شوية، يمكن عدد الأطباق اللي بتترمي أكتر من عدد الأطباق اللي بتتاكل، عدد المرات اللي الناس بتاكل فيها بره أكتر من اللي بناكل فيها جوه البيت، يمكن الثقافة دي تتغير. وبالمناسبة أنا بكلم طبعا الطبقات اللي بتقدر تعمل كده، لكن بالمناسبة مش لازم الحكاية تبقى بس عشان أنا عايزة أوفر عشان أحافظ على ميزانيتي، ممكن أبقى عايزة أوفر عشان أبص جنبي وعشان أزود مسؤوليتي ناحية الناس وتجاه الناس. بذكر بقى الخروج، خلونا نشوف مواعيد الخروج، لأنه السنة اللي فاتت واللي قبلها
عد علينا رمضان بيتك بيتك، كنا قاعدين في البيت وكان أقصى أحلامنا نلاقي مكان فاتح نقدر نحتفل فيه ولا نخرج فيه بالليل، لكن ابتداء من النهاردة قرارات الحكومة الجديدة بمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان اتقرر. اللجنة العليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية قررت أنه غلق المحال والمطاعم والمقاهي في شهر رمضان يبقى الساعة 2 صباحا، وده إنجاز كبير جدا للي فاكر السنتين اللي فاتوا كنا عاملين إزاي. لكن كمان بدأت قرارات بتسمح للكافيهات فإنها كمان تفتح للساعة 2 بالليل، وكمان دور العبادة وإقامة صلاة التراويح اللي كتير من الناس كانت منتظراها إنها ترجع، وموائد الرحمن اللي هي واحدة من أهم الطقوس الرمضانية واللي فعلا افتقدناها السنتين اللي فاتوا. بدأت بقى كل المراسم والاحتفالات والأجواء المبهجة لشهر رمضان. هنروح بقى النهاردة للسؤال الكبير، زي ما بيبدأ شهر رمضان زي ما تلاقي عليك ضغط رهيب من برامج الطبخ والأكلات اللذيذة برضو الحلوة، وتلاقي عندك سؤال كبير بتاع كل يوم بتاع هناكل إيه على الفطار. فالنهاردة فقرتنا الرئيسية ليها دعوة بالعقل شوية، ليها دعوة بالتفكير المنطقي، بالمناسبة ملهاش دعوة بالاقتصاد خالص، لكن ليها دعوة بالقصد الحقيقي من الصوم. وبالمناسبة كمان في إبريل أو ابتداء من بكرة، هو من شهر فات يعني، مصر كلها صايمة، مسيحييها ومسلميها صايمين، وده للي شايف الأمور بوجهة نظر أخرى ليه دلالة كبيرة وفرصة كبيرة، فرصة حقيقية أننا نعيد النظر في فلسفة الصوم نفسه. إحنا بنصوم ليه؟ وبنصوم عشان نعمل إيه؟ ده سؤال كبير النهاردة هنطرحه في فقرتنا الرئيسية. كمان على شاشة القناة الأولى في مجموعة من البرامج والمسلسلات الجديدة، بعد الفاصل نتكلم عنها ونتكلم ونشوف إيه الجديد في الشهر الكريم بعد فاصل قصير. في مشاريع طول السنة موجودة لأولادنا بالتنسيق مع وزارة الضمان الاجتماعي، بنعملهم البرامج الرياضية اللي موجودة يعني، وفي برامج أخرى زي يوم اللي عملناه خصيصا فطار الشباب لأولادنا يعني الأورفنز أو الأيتام، ومناشط ليها كتيرة. لكن تتويج اليوم ده بمناسبة يومهم يعني يوم اليتيم، الوزارة طبعا مع إدارتنا إحنا عملنا لهم ده يوم ترفيهي رياضي، بنقول لهم رسالة كبيرة جدا، احنا يعني معاكم ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة مجسدة في وزارة الشباب والرياضة زي بقية الوزارات. ما هو وزارة التضامن دورها الإنساني اللي موجود موجود، وزارة الشباب والرياضة دورنا للقطاعات السنية أيضا موجود، وموجود في ظل النشاط الترفيهي والنشاط الرياضي. هو احنا طبعا الايفنت ده تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو مشروع قومي عندنا بتنفذه وزاره الشباب والرياضه على مستوى 27 محافظه. ده ختام للمشروع بصفه عامه، وفرحه للولاد بالاحتفال باليوم العالمي للايتام. هو طبعا احنا غيرنا اسمه خليناها انا احقق ذاتي. اليوم ده احنا بنعمل فيه حاجات كتير جدا. احنا الاسبوع اللي فات اطلقنا قطار الشباب اللي انا احقق ذاتي برضو على مختارين من كل المحافظات، والنهارده الاحتفاليه برضو بمناسبه اليوم العالمي بتاعهم. وزارة الشباب والرياضة بتتوج المشروع بصفة عامة بالسنة، بتتوجه في هذا اليوم بالاحتفالية. أنا انبسطت جدا، الوزير جه ولعب معايا في الفريق، ويعني وصل باين عليه يعني اليوم كان حلو، والله ما كانش حاجة وحشة خالص يعني. النهارده كان يوم جميل واتبسطت قوي النهارده، ومن ده أحسن يوم في حياتي النهارده. حاجة كويسة يعني إن أنا ألعب قدام الوزير أصلا يعني، دردشة ولعبة شوية حلوين يعني. اليوم النهارده حلو بسم الله ما شاء الله يعني، وطلبت من الوزير إنه يعمل ملاعب في الغردقة يعني عشان ناشئين وفي مواهب كتير، تمام، والحمد لله قال لي ماشي وقال لي إن شاء الله هنعمل ملاعب يعني. ركبت بتاع بيت الصابون وقعدت ألعب، واليوم جميل أوي، لعبت كتير وضحكت وهيصت يعني، يوم جميل. اليوم كان حلو جدا،
ولعبنا بألعاب، الألعاب كانت فعلا حلوة وتمتعنا كتير، وكنا بنلعب والناس بتحافظ علينا وكنا بنجري وكنا بنتصور وكنا بنعمل كل حاجة حلوة. دخلت اللي هي الزحلية، قعدت اتزحلق فيها، ودخلت اللي هي الصابون اتغرقت. هو اليوم حلو قوي وجميل، واكتر حاجه اتبسطت هي بيت الصابون. لا مبسوطه مع اصحابي والشلال بتاع الرمله دي، ولعبت الشلال والدنيا جميله قوي. يعني عمو اللي هو بيرسم قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي حبيبه. جه رسم لي رسمه فراشه. انا عن نفسي بحب الفراشات قوي. اليوم جميل خالص والالعاب جميله كلها، ويعني الدنيا كلها الجو جميل قوي النهارده. مساءكم خير. زي ما اتفقنا وزي ما احنا بنجتهد وبنحاول، ومتهيالي الواحد كل ما بيكبر ويزيد في الوعي مش في السن بيكتشف كده انه بيعرف يرتب اولوياته. ومهما اختلفت الاولويات في نصيب كده للفرجه وللمشاهده وللاستمتاع بجرعات اكتر، وبنبقى منظمين يومنا حتى ووقتنا، واللي مشغول فينا بيبقى عامل حسابه وعايز يختار هيتفرج على ايه من اول الشهر الكريم، ويبقى عارف ان دي بتاعتي ودي اللي هحجز لها الميعاد. ومهما زادت منافسة المنصات للمشاهدة التلفزيونية بتفضل كده في حاجات وقنوات لا عايز اشوفها. واحنا محظوظين بقى انه القناة الاولى بتعود وعادت لرونقها وتألقها، ففي شهر رمضان شاشة القناة الاولى هيكون عليها مجموعة مميزة من البرامج ومن المسلسلات تخلينا مش بس نرجع لاجواء الشهر الكريم، لكن كمان نرجع لكتير من الذكريات. وكلمة نرجع دي مش بقولها ان احنا معناها هنعيد كل حاجة زي زمان، لكن بالعكس بنجدد ونطور. لكن يكفي اني اقول لك انه كمان في شهر رمضان نهار شاشة القناة الاولى حجزالك المساحة اللي انت تعودت عليها بتاعة صباح الخير يا مصر، والبداية المبهجة لليوم، واللي بيبتدي يومه بدري في رمضان وفاكر نفسه لوحده، لا افتح اتفرج على زمايلنا في صباح الخير يا مصر، بيبتدوا معانا بدري ومن 8 ل 9 ونص بيكون صباح الخير يا مصر في موجود في مواعيد اقل شوية من 7 ل 10 في المواعيد العادية. بعد كده بقى من ضمن برضو الحاجات اللي بنستناها كل سنة أرض المجددين لدكتور علي جمعة هتكون موجودة معانا على شاشة القناة الأولى. أنا بسرعة عايزة أجري معاكم في أهم البرامج والمسلسلات اللي موجودة على الشاشة. أكلة أمي، البرنامج الجميل اللي حقق نجاح وما زال مستمر على مدار السنة، موجود كمان معانا في شهر رمضان، وزي ما اتفقنا وهنوصي كده احنا عايزين أكلات برضو تشبهنا، وأكلات على قد إيدينا، وأكلات على قد الظروف الاقتصادية. هيكون في المواجيز في مواعيدها المعتادة، وكمان برنامج لغة المساجد للسنة الثانية، وبرنامج ولا تعسره الساعة 3:15 برنامج ديني متميز. المسلسلات بقى تبتدي العرض الأول للمسلسلات، طبعا في إعادات على مدار اليوم، لكن العرض الأول للمسلسلات بدءا من الساعة 4 مسلسل ملف سري. وشاشة القناة الأولى عندنا السنة دي ثلاث مسلسلات مهمين، خلوني يعني أروح معاكم كده في جولة في المسلسلات اللي على شاشة القناة الأولى واللي هتلاقيها في مواعيد مميزة سهل اتباعها. أولا ملف سري الساعة 4 بطولة النجم الكبير هاني سلامة ومجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم. المسلسل الثاني الساعة 7، عارفين برضو القناة الأولى الساعة 7 يعني مسلسل، ف محافظين على العادة والتقليد ده بمسلسل راجعين يا هوا، اللي ده تريلر ملف سري. خلاص خلونا نديله وقته كده، وبعدين خلونا نشوف كمان بقية البرامج اللي معانا. معانا بقى برنامج متميز لصديق متميز، وبرنامج عجبتني جدا فكرته. ده تريلر راجعين يا هوا، راجعين يا هوا بطولة الفنان الكبير خالد النبوي الساعة 7 على شاشة القناة الأولى. اللي فارق جدا والمميز جدا واللي احنا ملاحظينه في كل البروموهات بتاعة المسلسلات السنة دي انه احنا عندنا طاقات ابداعية عظيمة في كل ما يخص الديكور والصورة، حاجة عظمة. القصة بتحكم لما نتفرج، لكن انت تقدر تحكم كده من البرومو انك شايف صورة حلوة وشايف صناعة حلوة، وصناعة بتتطور وبتنضج اذا صح التعبير.
مسلسل الثالث ساعة ونص، أنا عاجبني المواعيد وحاسة أنه مواعيد لذيذة جدا للمتابعة. مسلسل الثالث هو مسلسل يوترن للنجمة ريهام حجاج الساعة 10:30. يوترن الساعة 10:30 على شاشة القناة الأولى. دي مواعيد مسلسلاتنا. عايز أرجع معاكم تاني للبرامج زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، الساعة 5:30 بعد الفطار على طول، لا قبل الفطار على طول، شباب عصر النبوة لصديقنا العزيز والزميل رامي محمود. ورامي بيقدم محتوى مختلف على ضمانتي، لأنه فكرة أنك تفكر دور الشباب في تغيير المجتمع ودور الشباب في فترة مميزة جدا من تاريخ الحضارة الإسلامية، رامي أنا متوقعة السنة دي أنه يقدم لنا حاجة حلوة. برضو هنحاز للصورة وبرضو هقول لكم هتشوفوا صورة حلوة وهتشوفوا أماكن حلوة وهتشوفوا موضوعات حلوة ومنظور جديد أنه المشاركة الحقيقية للشباب. معنا كمان النشرة 6 في ميعادها، سكاي دايفنج الساعة 6:30 اللي سايبها بقى للآخر. برنامج التاسعة هنفضل موجودين مع حضراتكم، هنكون من الساعة 9 لحد 10:30 كل يوم، هنكون معاكم في ميعادنا المعتاد. الرياضة موجودة في ميعادها المعتاد الساعة 12. لكن خلوني ابتدي أو أختم بقى بالفاكهة اللي احنا كانت وحشانا ورجعت لنا السنة دي. السنة دي أو هيفضل واحد من علامات رمضان برنامج حكاوي القهاوي. وحكاوي القهاوي واحد من البرامج اللي ينفع تقول بدور عليه على ماسبيرو زمان، بدور عليه على اليوتيوب زيه زي الفوازير وزيه زي ألف ليلة وليلة. السنة دي حكاوي القهاوي الشركة المتحدة بالتعاون مع التلفزيون المصري رجعت لنا حكاوي القهاوي، اللي واحد نقدر نقول عليه واحد من أو جزء من تاريخنا ومن ميراثنا. أي حد أي مذيع في الدنيا كان يقول لك أنا اتعلمت من حكاوي القهاوي، اتعلمت من البساطة والجمال واللذاذة، اتعلمت من الخفة والقرب للناس. وأي مذيع في الدنيا كان يتمنى يعمل حكاوي القهاوي، لكن ما حدش كان يعرف ينافس في المساحة دي إلا من ورث شيئا من هذه الخفة واللطافة والبساطة كمان الإعلامية الزميلة الجميلة رشا الجمال، اللي بترجع السنة دي لإحياء تراث الوالدة العظيمة ببرنامج حكاوي القهاوي. أهلا بيك يا رشا، ومبسوطة جدا أنك راجعة بطلة حلوة، وإحنا شايفين برومو البرنامج وفرحانين وعارفين أنه إحنا منتظرين برنامج متميز جدا جدا. الأستاذة الكبيرة سهير الأتربي هي اللي كانت بتقدم برنامج حكاوي القهاوي، وابنتها العزيزة رشا الجمال بترجع تحيي وتقدمه تاني على شاشة القناة الأولى وشاشة قناة الحياة. خليني أشارككم أنه كنت في أسوان من فترة قريبة، فحد من الناس بيتكلم معايا وبنتكلم عن القناة الأولى وازاي بقوا بيتفرجوا على القناة الأولى، ودي حاجة فرحتني قوي. قال لي بس احنا نفسنا تنزلوا الشارع وتتكلموا معانا وتعملوا زي ما كان بيحصل في حكاوي القهاوي. فعرفش انا ليه اول ما سمعت ان حكاوي القهاوي بيرجع ربطت انه ده احتياج حقيقي، وان ده منتج ليه طلب وليه ناس مستنياه. وجوده في شهر رمضان الساعة 8:30 على شاشة القناة الأولى ده معاد مميز ومنتظر. هنشوف مع بعض البرومو بتاع حكاوي القهاوي بنرجع نكمل كلام. الناس حكايات متعاشة، هنشوفهم سوا على الشاشة. بتشوف الصبح مراكبي بيغني في حب النيل، ما هي مصر الصبح جميل والصبح في مصر جميل. وسط بلدنا بتقابل سكانها الأصليين وتشوف في حكاوي القهاوي حكايات المصريين.
مساء الخير رشا الإعلامية الجميلة رشا الجمال اللي بترجع وتطل علينا، هي كمان وحشانة لكن كمان راجعة بميراث عظيم وراجعة بعد غيبة بحكاوي القهاوي. مبسوطين جدا بحضورك وبطلتك وبإنك هتكوني موجودة ومنورة في رمضان يا رشا. وأنا أكتر بكتير قوي، يعني رمضان كريم علينا جميعا. طيب كنت بقول حاجة بس أعتقد كانوا لسه بيحاولوا يتصلوا بيكي، بس عايزاكي تحكي لنا كده على الكواليس. كنت بقول إنه أي إعلامي أو أي إعلامية تحديدا في مصر كانت تتعلم وتتمنى وتغير وتقول معقول أنا يعني ممكن أكبر وأقدر أعمل حاجة تشبه حكاوي القهاوي كده. فاحكي لنا أنت عن الميراث العظيم اللي أنت واخداه من الأستاذة سهير الأتربي، واحكي لنا وانت صغيره كنت بتفكري كده برضو، كنت تتمني تعملي حاجه شبه الفاضله والدتك كانت بتعمله؟ هي امي ساميه الاتربي، خالتي سهير الاتربي. عفوا انا لخبطت. لا ولا يهمك، هما الاثنين وخالتي عزه الاتربي، الثلاثه كانوا مذيعات والثلاثه كان اسلوبهم مختلف خالص. خالتي سهير كانت بتعمل برامج سياسيه وقويه كده، وكانت ست اداريه جامده قوي. وخالتي عزه كانت جميله قوي وناعمه وشبه ميرفت امين وقمر ورقيقه قوي. امي بقى هي بتاعه الناس البسيطه والتراث والناس الشعبيه، وهي الصراحه كانت ست اميره، واللي انت كنت بتشوفيه في التلفزيون واللي الناس كانت بتحبه في حكاوي القهاوي هي دي بالفعل كانت طبيعتها تماما في مدار يومها العادي. فهي الميزة في أمي كإعلامية إن هي مش بتحس بالكاميرا خالص، يعني هي تلقائية قوي قوي قدام الكاميرا، وده اللي يمكن لعل وعسى أكون ورثته سنة صغيرة من ماما. لا ده حاصل جدا، واحنا عارفين ومجربين من قبل كده يا رشا، يعني احنا عارفين انه منتج مضمون. لكن عايز اسالك برضه، هو تحدي صعب وهو سقف عالي لانه طبعاً. اكيد هتحتاجي تقولي او ترجعي نفس الروح، لكن كمان في موضوعات جديده، الناس اتغيرت، الحكاوي اتغيرت، القهاوي حتى نفسها اتغيرت. فعملتي ايه وانتوا بتحضروا للبرنامج عشان تقدروا تلاحقوا كل التغيرات دي وكمان تحافظوا لنا على الفليفر او النكهه بتاعه حكاوي القهاوي؟ بصي احنا في حكاوي القهاوي الجديد محظوظين جدا، محظوظين بطرق مختلفة من لما كان حكاوي القهاوي القديم محظوظ برضو. يعني أمي الله يرحمها أولا كانت روحها جميلة، وكانوا هم جنود مش إعلاميين يعني كانوا بيركبوا عربية صغيرة وكلهم مع بعض. المعد يحيى تدرس كان عبقري الله يمسيه بالخير، شيخ المعدين عمر أنور كان مخرج جدع راجل. أمي كانت بتبقى سعيدة لما عمر بينزل معاهم، كان حتى مساعد المخرج عمر زهران علاقتي بيه طيبة جدا لحد دلوقتي. معرفش المصورين لأنهم كانوا بيختلفوا، لكن علاقتي بيحيى وعمر أنور وبعدين عمر زهران قوية، وكانوا جزء من العيلة. إحنا النهاردة إمكانياتنا طبعا أقوى بكتير، يعني إحنا البرنامج ده التلفزيون المصري وشركة المتحدة ودي اس وان وكل المنتجين طبعا ميسر لنا انتاج امي ما كانش عندها بالمرة يعني. بنشتغل بامكانيات اعلى بكاميرات متطورة، المعدين بتوعنا عندنا طاقم معدين، استاذ احمد عطلة هو الهيد بتاعهم، عندنا بيعملوا معاينات يعني مامتي اياميها كان الموضوع بسيط، كانوا بيسافروا بسيوة واستاذ يحيى يبقى يا دوبك مكلم حد كده فيكسر يمكن يساعده، اول ما يوصله يقعد يلف يدور على مين يا جماعه الشيخ اللي عارف هنا، طب البلح ده بتاع مين، طب الغيب ده بتاع مين، ويتوفقوا كده وهم ماشيين يعني. بصي كونك كنت متابعه الكواليس القديمه مع استاذه ساميه يخليكي طبعا فاهمه، هنبدا من حيث انتهى الاخرون يعني. عايزين تروحوا لفين في حكاوي القهاوي الجديد؟ او كانت رؤيتك انت كمان وعرفينا بفريقك الجديد او فريق البرنامج الجديد، انه كانت رؤيتكم انه ايه اللي عايزينه يتسمع من حكاوي الناس؟ ايه الصوت اللي مش واصل فعلا واحنا عايزينه يوصل؟
بصي انا بشتغل مع 2 مخرجين خطار خطار، اشتغلت معاهم قبل كده وانا بشتغل في اون تي في، هيثم ابو عقرب واحمد فايز، خطار عينهم حلوه وقلبهم على الشارع ومختلفين، الاثنين مختلفين، هيثم اهدى، فايز مشاعن اكتر، بس بس احنا الاثنين كلنا متفقين على اللي احنا عايزين نعمله. وعطلنا طبعا نفسه قوي قوي يبرز الحكايات الإنسانية. يعني احنا دايما بنتشكل في التيم ان عطل عايز يبرز اكتر الحكاية الإنسانية، وانا لان مخي وعيني وقلبي على حكاوي القهاوي نفسي قوي في هو مدان رود الفرج ليه كده، بلكونة تليدة فين هي، مين اقدم واحد، طب سوق الخضار بتاع ده فين، فين المعلمين الصعايدة اللي كانوا في سوق الخضار قبل ما سوق الخضار يتنقل في سوق العبور. وعطل عايز اكتر يركز على قصة الست اللي قاعدة في ميدان رود الفرج، ايه قصتها، ازاي علمت بناتها، ازاي بتبيع حواوشي في الحتة دي. فاحنا دايما عندنا الصراع ده، وان شاء الله نوصل لميكس حلو قوي يعجب الناس يا رب. لا هو اللي انت قلتيه ده ميكس مشوق جدا جدا جدا، واحنا منتظرين، فرحانين بيكوا حقيقي، وفرحانين بعودة حكاوي القهاوي. هنعلي سقف توقعاتنا براحتنا لاننا واثقين اننا هنلاقي حاجه حلوه. مبروك. خوفتيني خوفتيني. لا بابا مبروك، احنا متاكدين. مبروك الاعلاميه رشا الجمال وكل فريق برنامج حكاوي القهاوي، هو هي دفعه من الانبساط كده، نفس احساسي صدقيني، وانا واحنا بنحتفل كده بعوده صباح الخير يا مصر، بعوده. بصي ايوه 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 بالظبط، زي صباح الخير يا مصر بالظبط. نفس الاحساس. بصي هقول لك حاجة أخيرة بس قبل ما نقفل. عارفة النهاردة الصبح وأنا بقول إيه، هل لنا يعني أن نتحدى الزمن؟ ما هو ضيوف أمي تعيش أنت، وإذا كانت أمي نفسها مش موجودة، فاهمة؟ يعني الناس الكبيرة مش موجودين. بعدين أدركت الله، طب أنا بفكر كده ليه؟ ما النهاردة في ناس كبيرة اللي كان عنده 70 سنة لما كانت أمي عايشة، النهاردة في ناس عندها 70 سنة وانا قد امي لما ابتدت البرنامج. حلو. ايوه، فليه ما يبقاش القديم الجديد؟ يعني النهارده في قديم برضو، ما كان جديد ايام امي بس بقى قديم دلوقتي. بالظبط، والقديم اللي مخلوط بحكايات الناس. انت لما قلت الميكس بين حكايات الناس وحكايات تاريخيه من شوارع مصر، دي حاجه جميله. حلوه نتمناها ونستناها. مبروك ليك يا رب، خير والناس تحبنا زي ما حبيتهم او نص ما حبيتهم يا رب. الف مبروك. بشكر مره ثانيه حقيقي، بشكر الزميله الاعلاميه رشا جمال والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، القناه الاولى، عوده حكاوي القهاوي على شاشه الاولى والحياه، واتاحه الفرصه انه يتشاف في اكتر من قناه واكتر من منصه، معناها اهتمام حقيقي. وكل سنه وانتم طيبين. وكل سنة احنا طيبين، وكل سنة احنا فرحانين ومتوقعين ومترقبين حاجات جديدة. بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى في شوية تفاصيل تانية. وتاني بفكركم النهاردة عندنا فقرة يمكن تكون سريعة لكنها مهمة جدا جدا جدا، ازاي عقلك يقود روحك، وازاي تبقى قادر تتحكم في كتير من تفاصيل يومك اكتر ما انت الجوع وفكرة الاحساس بالاكل مسيطر عليك. طيب قبل ما اطلع فاصل عايزه اشارككم كمان بمعلومه مهمه جدا عن الكهرباء. زي احنا من دقايق قلنا انه ساعات العمل في المقاهي والكافيهات كانت امتدت للساعه 2 مساء. عايزه اشارككم بس انه السنه دي احتياطي الشبكه في رمضان جاهز لاستيعاب ما هو اكثر من ذلك، وانه الامور والاخبار مطمئنه. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم التاسعة. مساءكم خير. من كم سنة كده فكركم، يعني وانا عارفة ان اي حد فينا مش عايز يفتكر، بس من كم سنة كده كنا في شهر رمضان الكريم وكان التيار الكهرباء بيتقطع كتير، وكان في حر، وكان الظرف مش لطيف، وكنا عندنا أزمة كبيرة قوي. انا بتكلم ما قبل حل أزمة الكهرباء. فعشان كده بقى في سؤال مهم في كل رمضان عن الكهرباء وانقطاع الكهرباء. طبعا انتاج مصر من الكهرباء في منطقه تانية دلوقتي، ما بقيناش نحس خالص بحته انه في مشاكل في التيار، وتحديدا احنا لسه مش في فصل الصيف والامور هاديه جدا. لكن وزاره الكهرباء في تصريح رسمي قالت انه نسبه الاحتياطي اليومي في الشبكه القوميه للكهرباء خلال شهر رمضان بيوصل ل
من 15 ل 20 ألف ميجا وات. طيب احنا مش فاهمين الأرقام دي معناها ايه؟ ببساطة جدا انه تقريبا ضعف العام الماضي من انتاج الكهرباء، لانه السنة اللي فاتت كان حوالي 12 ألف ميجا وات يوميا. الكهرباء كمان وزارة الكهرباء بتعلن حالة الطوارئ في كل القطاعات تحسبا لأي انقطاعات ممكن تأثر على أماكن بعينها. هيفضل عندنا بقى شوية أسئلة. احنا اتفقنا انه شهر رمضان مفيش اي مناسبه ولا داعي للاسراف في اي حاجه، وتحديدا في الاكل وكمان في الكهرباء، لكن عندنا شويه اسئله في بعض المناطق اللي شهدت انقطاعات بسيطه في الفترات اللي فاتت. دكتور ايمن حمزه متحدث باسم وزاره الكهرباء، مساء الخير عليك وكل سنه وحضرتك بالف خير. كل سنه وحضرتك طيبه وجميع مشاهدينك والمصريين كلهم والمسلمين في كل الدنيا كلها بخير وسعاده ان شاء الله. يا رب بالف خير. لو حصل انه في انقطاع للكهرباء، اسهل طريقه للتواصل ومعرفه المشكله وتوقع انها تتحل يبقى ازاي مع وزاره الكهرباء؟ اسهل حاجه واشهر حاجه دلوقتي اللي هو الخط الساخن. الخط الساخن اللي هو 121 ده بيستقبل البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعه، سواء الاتصال من المحمول او الارضي على 121 على مستوى الجمهوريه كله، وهو بدوره بيحول البلاغ دوت للإدارة اللي تابع ليها وبياخد رقم للشكوى عشان يقدر يتابع ما تم فيها، وعلى طول بتتجه او يعني بتتوجه الفرق الطوارئ. احنا عندنا فرق طوارئ او فرق الورادي والتشغيل ورجالة الكهرباء موجودين على مدار 24 ساعة بالنهار بالليل وقت الفطار في اي وقت، يعني احنا عندنا الفنيين والمهندسين على اعلى مستوى معاهم المهمات الكهربيه واللازمه، ويعني بتتجه لمكان العطل. وبيبقى احنا عندنا كمان في غرف عمليات في الوزاره وشركه القابضة للكهرباء مصر لمتابعه كمان البلاغات، يعني البلاغات كام بلاغ، معدل الاستجابه، العطل اتصلح بقى قد ايه، كل الحاجات دي احنا متابعينها. كنا زمان كنا زمان يا دكتور بنسمع جمله كده دايما تتقال انه اصل زياده احمال، الكهرباء قطعت زياده احمال. بتصريح وزاره الكهرباء النهارده نقدر نقول ان ده مستبعد يحصل؟ مش ده سبب العطل دلوقتي في 2022 يعني؟ لا احنا الحمد لله احنا زي ما حضرتك اشرتي احنا ما عندناش تخفيف الاحمال. احنا عندنا احتياطي محترم كويس جدا ويلبي كل الاحتياجات الحاليه والمستقبليه. والاحتياطي بتاعنا يمكن من الصيف اللي فات مثلا كان اقصى حمل وصلنا له وكان اول مره نوصله في مصر كان حوالي 34000 ميجا وات. وكان عندنا احتياطي بخلاف او بالاضافه للي كنا بنصدره حوالي تقريبا 12000 ميجا وات. عايز اقول لحضرتك يعني لمحه كده عشان يبان التغيير اللي حاصل زي ما حضرتك اشرتي، لما كنا بنقول في 2014 وما قبل كده كان اقصى حمل وصلنا له 24000 ميجا وكان في تخفيف للاحمال، كان في تخفيف الاحمال ساعتها بقى بيصل من 3000 ل 4000 ميجا ووصل في احد الايام 6000 ميجا وات. فاحنا اتنقلنا لمنطقه ثانيه خالص، الطفره الكبيره والدعم الكبير اللي خده القطاع الكهرباء من سياده الرئيس و التعاون الكبير اللي وصلنا له الحمد لله بقينا في منطقه زي ما حضرتك اشرتي منطقه ثانيه يعني مختلفه خالص. فبالتالي ما فيش تخفيف احمال. يمكن بعض الشبكات عندنا شبكات نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء برضو اللي عشان دي بتكمل جوده التغذيه الكهربائيه، شبكات نقل الكهرباء قطعنا الحمد لله شوط كويس جدا جدا فيها. الشبكات التوزيع قطعنا شوط كويس بس ما زال في بعض المناطق شغالين فيها، بس اللي تم الطفره الكبيره اللي تمت في شبكات توزيع الكهرباء بقى المردود بتاعها ايجابي جدا في استقرار التغذيه الكهربائيه، وده احنا حاسينه. يعني احنا حاسينه حتى لو حصل انه الكهرباء بتقطع عمرها ما بتبقى طويله، يعني ما اعتقدش انه الشكوى القديمه بتاعه انقطاع الكهرباء لفتره مؤثره ده لسه موجود. لكن عندنا بقى سؤال يا دكتور، انه هي الكهرباء غاليه واحنا عارفين انها غاليه وكل ما نسالكم هترخص امتى بتقولوا لنا لا لسه شويه، فايه النصايح اللي يمكن الناس ما تعرفهاش؟ اكتر اجهزه كهربائيه مثلا بتصرف كهرباء، فكره الشحن مخليه الناس قادره تراقب استهلاكها فقادره كمان تكتشف انه انا عايزه اقلل، اللي عايز يقلل استهلاكه يعمل ايه؟ دي نقطه مهمه جدا. يعني احنا برضو بنأكد من خلال حضرتك ان احنا لما بنقول ترشيد مش ترشيد علشان في مشاكل في الكهرباء او في عدم تلبية للاحتياجات، ولكن علشان احنا كمواطنين بقى
ما نفاجئش بفاتوره معينه او قيمه استهلاك في نهايه الشهر تتعدى الميزانيه بتاعتنا. بالظبط. هو الترشيد هو الفلسفه بتاعته ان انا استخدم المورد اللي موجود عندي او الخدمه اللي موجوده عندي بما يعود عليا بالنفع واللي انا محتاجه بالفعل. يعني لو انا في اجهزه موجوده في البيت شغاله وانا مش محتاجها اطفيها، افصلها من مصدر الكهرباء. بالزبط. ما اكتفيش ان انا اطفيها من الريموت كنترول، ان ده الريموت كنترول برضو بيبقى الجهاز شغال. كمان الاضاءات نفس الحكايه، يمكن احنا في رمضان كلنا بنجمع في مكان واحد، فبالتالي مفيش داعي ان الاضاءه تكون في البيت كله منوره او التلفزيونات منوره. الحاجه الثانيه المهمه هو الترشيد في الاجهزه اللي بتسخن، اللي بيحصل فيها تسخين. زي السخان الكهربي، زي الافران الكهربيه، زي الميكرويف، زي الكاتل او اللي هي الغلايه بتاعه الشاي. الحاجات دي كلها دي بتستهلك كهرباء. يعني حتى اللي بيستخدم الكاتل او غلايه الشاي دي يعمل على قد ما هو هيستخدم، مش كل مره يملاها للاخر. مظبوط. انا محتاج كوبايه، مفيش داعي املى الكاتل كله. وبالتالي يبقى انا برضو استهلكت كهرباء كتير. الحاجات الافران الكهربيه لو انا اقدر استبدلها بالافران اللي هي بتاعه البوتاجاز والغاز مش هيبقى فيها استهلاك كهرباء كبير. السخان الكهرباء لو انا قبل ما استخدمه بربع ساعه ونص ساعه شغلته، يبقى برضو دوت بيبقى هيقلل في الاستهلاك بتاع الكهرباء. يعني كل ما هو تسخين ده بيسحب كهرباء كتير. كويس جدا. الحاجه الثانيه بقى، يمكن برضو زي ما حضرتك اشرت، يمكن في رمضان ممكن يبقى فيها بعض ارتفاع درجات الحراره، يجي دور بقى الاهتمام بموضوع التكييف. التكييفات مهم قوي ان انا اتاكد من الصيانه الخاصه بيها، نظافه الفلاتر، الصيانه الموجوده بالنسبه للجهاز نفسه عشان يديني الكفاءه المطلوبه. كمان في نفس الوقت ما فيش داعي ان انا اقلل درجه حراره 24 ل 25 درجه، هيبقى فيها استهلاك اكتر. واتاكد من ان الباب او الشباك اللي هو في المكان اللي انا ببرده دوت ما يكونش فيه تسريب للتبريد اللي موجود. الحاجه الثانيه برضو اللي احنا برضو ما ناخدش بالنا منها، موضوع برضو الغسالات الفول اوتوماتيك، ان بيبقى فيها برامج فيها تسخين كتير وانا مش محتاجه، خلاص مش داعي ان انا استخدم البرنامج دوت. الحاجه برضو المهمه، اي جهاز كهرباء انا ما بستخدموش افصله من مصدر الكهرباء. هي دي معلومه الحقيقه 90% من بيوتنا ما بتعملهاش، ويمكن ده اللي ممكن يزود معدل استهلاك مثلا 10 او 20%، صح؟ مظبوط. ممكن تكون كل فكرة جهاز اشيل الفيشه مش بس اقعد في الجهاز، لما تجمعيهم يبقى استهلاك كتير. انا عندي بس يتبقى حاجه بقى، احنا بنتكلم عن الترشيد، وثقافه الترشيد اصلا هي ثقافه، يعني ده جزء من اني ابقى انسان متحضر ان انا برشد في استهلاكي. لكن قصاد الترشيد في ظاهره بتحصل، وانا عارفه ان وزاره الكهرباء بتعاني منها كل سنه، هي فكره سرقه الكهرباء. وتحديدا انا بسمع عن فكره سرقه الكهرباء عشان زينه رمضان، بحس هو بتحتفل يعني مش لايقه على بعض، انا بسرق عشان احتفل برمضان. فاحكي لي الى اي مدى ده صح وبيحصل، وازاي الوزاره بتحاربه؟ يعني هو طبعا يعني زي ما حضرتك اشرتي، احنا ده شهر يعني فضيل وكلنا بنفرح بيه ومبسوطين بيه، ويعني لا افرح على حسابك بقى مش على حساب الاخرين، مش كده؟ طبعا هو لان غير كده يعني الشخص نفسه هيحط نفسه تحت طائله القانون، لان في اليات كتير عشان ترصد موضوع سرقه التيار الكهربي، عشان دي من ضمن التحديات اللي احنا بنواجهها، لان ده يعتبر استهلاك من المورد بتاع الدوله يعني بدون عائد. فبالتالي احنا عندنا شركه الكهرباء بتقوم بدور مهم جدا، عندنا ضبطيه قضائيه بشبكات توزيع، شركات توزيع بتقوم بدور مهم جدا، المحليات بتقوم بدور مهم جدا، كمان القانون واللوائح الخاصه بسرقه التيار الكهربي بتدفع الشخص اللي حصل على التيار الكهربي دوت. اولا المحضر بيبقى فيه محضر سرقه التيار الكهربي، ممكن يتحول النيابه، يبقى فيها حبس، يبقى فيها غرامات كبيره. حتى لو تصالح بيبقى التصالح بتبقى قيمته كبيره، لان بيتم تقدير الاستهلاك وبيتم مضاعفته، ممكن توصل ل 12 ضعف.
علشان نقلل موضوع سرقة التيار الكهربي دوت. وطبعا زي ما حضرتك اشرتي يعني في اليات كتير، احنا حتى يمكن العدادات اللي هي بيسموها الكودي للمباني المخالفه احنا فاتحينها علشان يبقى العداد ده يحسب الاستهلاك الحقيقي بتاعه. وكمان موضوع الزينه ده برضو يعني مهم قوي ان انا يعني ازين وافرح بس من مصدر يكون قانوني، مش ما بحطش نفسي تحت سلطه القانون. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه متحدث باسم وزاره الكهرباء. هي في كل الحالات سرقه الكهرباء هي وصمه عار بصراحه، يعني حاجه بحب انها ببقى نفسي يبقى في سيستم كده للجرائم المخله بالشرف اللي الناس بتعديها. يعني سرقه اي حاجه، استباحه اي حاجه، احساسك بتخريب المنشات العامه، عارفين الحاجات اللي بتشوفها كده وبتفور دمك، اللي بيرمي حاجات في الارض في الشارع، اللي بيرمي مخلفات البناء تلاقيها على طريق يجنن وجديد ولسه تم افتتاحه وتلاقي حد بيرمي ده. السلوكيات دي كلها جرائم انسانيه يعني. لحد ما يبقى في اليه لضبطها كلها هي لازم تستنكر اجتماعيا. يعني بلاش الضحكة السمجة بتاعة التصالح مع السفاهات والسخافات اليومية اللي هي بالمناسبة سرقة وفساد وكل ما عايز تسميه. ما تقعدش بقى تتصالح معاها وتسميها أي اسم، ما تقولش كل سنة أنت طيب، لا أنت مش طيب أنت مش معانا. فهي بكل المعايير في شوية سلوكيات كده ما تلقش على السلوك الطبيعي المحترم، وما تلقش طبعا على شهر رمضان الفضيل. يعني ذكر سرقة الكهرباء معرفش فكرنا بحاجات كتير قوي بتحصل لا تقع تحت مسمى الاحترام ولا الإيمان ولا التقوى بأي شكل من الأشكال. على كل حال خلونا بقى وإحنا بنستعد، يعني السحور الأول يفصلنا عنه ساعات، وفي ناس دلوقتي بتحضر السحور وفطار أول يوم بكل ما يصحبهم من مراسم مبهجة. عايزين نفكر في الفكرة السؤال الكبير بتاعنا بعد الفاصل، إزاي عقلي يقود روحي وعبادتي في الشهر الفضيل، وضيوفنا الأفاضل الدكتورة شاري نبيل ودكتور عصام روبي هيكونوا معانا بعد الفاصل. مساءكم خير. زي ما كنا حالا بنقول ساعات بتفصلنا عن أول سحور وأول يوم صيام، واحنا عارفين كلنا انه كل الناس التحدي بتاعها اول يومين ثلاثه في الصيام وبعد كده الدنيا بتمشي بسهوله جدا وسلاسه. لكن كمان فرصه مهمه جدا واحنا بنتكلم عن شهر الصوم، وزي ما كنا بنقول لحضراتكم كده دلوقتي مصر كلها صايمه، مسلميها ومسيحيها كلنا صايمين. ففي سؤال مهم اكبر بكتير من فكره هناكل ايه على السحور وهناكل ايه على الفطار او مش هناكل ايه طول النهار واحنا بنفكر فيه. فكره التفكير في الاكل طول الوقت واحده من مشاكلنا صدقوني، وواحده من مشاكل العلاقات ان احنا ساعات حتى كل ما نعوز نقابل ناس بنحبهم ناكل. فهي قصه معقده جدا ما لقيناش حد يحلها لنا ويفك لنا تفاصيلها العميقه غير الجميله دكتور شاري نبيل، اشطر واحده تحببك في الدايت في الحياه. لا من ذوقك ربنا. احنا قعدنا نقول مين يقنعنا نبطل اكل؟ دكتور شاري نبيل. يا رب يخليك. نورانا. ده بوجودك. دكتور شاري استاذ التغذيه، عفوا استشاري التغذيه العلاجيه والاستاذ بكليه طب القصر العيني، منورانا. بوجودك. مبسوطه انك معانا قوي. وانا كمان قوي. مش عارف اخبي فرحتي بيك. قلوب عند بعضها. انا في الاول يا دكتور عايزه اقول لك او اسالك، بما انك على مدار السنة متخصصي ناس كتير قوي، في شهر رمضان في معدلات الخسسان الناس اللي بتخس قد ايه؟ لان طول اللي احنا بنسمعه عكس كده انه بتخن جدا في شهر رمضان، في ناس بتحصل معها العكس؟ في طبعا بيحصل معها العكس. هو بيعتمد هي فرصة كويسة جدا جدا، بس لازم نفهم فكرتها علشان نقدر نستفيد بيها. هي فكرة الصيام يعني اللي ما بيخسش، يعني اللي ما بيخسش في الصيام بيعتمد على فترة الأكل باكل إيه. لكن اللي هيخس كويس قوي ببقى عارفاه أنت بتتسحر إيه وبتاكل إيه وفي النص ما بتاكلش إيه. بمعنى إحنا إيه اللي بيخلينا نتخن أو ما بناكل بيحصل إيه؟ أول ما بناكل بيطلع هرمون اسمه الإنسولين، ده مسؤول إنه ياخد الأكل يحرق والزيادة يخزنه. إذن هو مسؤول عن تخزين الأكل. علشان أحرق الدهون أو أنزل لازم أوقف هرمون اللي بيخزن الدهون. وده حاصل معنا طبيعي في رمضان. عندنا فترة هايلة وفرصة هايلة إن إحنا
نوقفك وعشان كده بره رمضان بقى من اهم صيحات الموضه في الدايت مثلا بالزبط. هو الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع صح بالظبط وهي دي بالظبط فكرته دي فكرته هو الصيام اللي بيحصل ايه بقى اما يجي بقى فتره الاكل لو لازم برضو الاكل ده اللي باكله في هذه الفتره ما يطلعش انسولين كتير ويبقى ما عملتش حاجه لان هيقوم يطلع الانسولين كتير ويخزن تاني. مشكلتنا بقى في الفتره دي ان احنا كل انواع الاكل لو احنا قدرنا ناكل الانواع والفترات والاكل ايه مع بعضه اللي ما بيطلعش الانسولين كتير فكل اللي عملته في فتره الانقطاع باخد عليه تاني وزياده فاطلع تخنان لكن لو انا بالظبط فلو انا لو احنا قدرنا نظبط ونستفيد فعلا من فتره الصيام ان احنا الانقطاع وحتى كروحانيه وك يعني ان احنا نقدر نعمل ايه اكتر اكل بيطلع هرمون الانسولين انا قبل ما نعرف ايه اكتر اكل بقى انا عايزه اقف عند النقطه دي لانه فلسفه الصوم اصلا هي فكره التحكم فما تقوليش انك هتتحكم 10 ساعات او 12 ساعه و12 ساعه او بقيه الساعات كلهم انا فاقد التحكم تماما وعشان كده قبل ما انا عارفه انك عايز تقولي لنا انواع الاكل اللي بتطلع الانسولين كتير وده سؤال مهم بس عايزه اشوق الناس كده الاول التحكم يعني ان قدره الناس انت بتقولتي حاجه مهمه قوي ان اعرف الناس اللي هتنجح في الدايت فقدره الواحد على التحكم دي في حاجه تظبطها في حاجه انتوا بتقولوها للناس في بتعرفوا تغششوا الناس ازاي اعرف اتحكم في حاجات طبعا بتفرق في قواعد يعني مثلا في العادي لو مش رايح عزومه ولا حاجه اللي اقدر اتحكم فيه انا عطشان واحنا عندنا مشكله كبيره قوي العصاير والمشروبات الرمضانية هي عبارة عن ماء بسكر حتى لو عصير طبيعي فباخد كمية سكر فظيعة جدا جدا بالظبط كده في الأول خالص فدايما أول حاجة إن لو عطشانين وهنكسر صيام ممكن تمراية أو ومية لكن الصيام ما بيتكسرش بهذا الكم الهايل من الماء بسكر أيا كان نوعه هو في الآخر ماء بسكر يعني رقم واحد أول دقيقتين في الإفطار بتاع العصير بالظبط وراه عصير وراه خسام وراه عصير وعطشانين فاحنا ممكن نكسر بحاجه بسيطه بس الكميه العطش اللي عندي بتتروي بالميه الفاكهه او العصاير الفاكهه بتتاكل مش بتتشرب حلوه قوي شربها باخد كميه مهوله انت قلتي لي النصيحه دي زمان صدقيني الحاجه الوحيده اللي انا التزمت بيها انت مش محتاجه حاجه مش محتاجه حاجه لانه فعلا قد ايه سعرات في كوبايه عصير البرتقال وقد ايه سعرات في برتقانه بالظبط لو في حوالي 70 سعر 80 حسب حجمها فهتعصري اربع خمس برتقانات فاحنا خدنا كده تلت سعرات اليوم مثلا على الفاضي واحنا لسه ما عملناش حاجه خالص الحاجه الثانيه ان احنا بعد هذه الفتره المعده عشان توصل انها شبعت بتعوز حاجتين تعوز تتملي كميه عشان تبتدي الهرمونات والارساء وتعوز وقت فلازم تاخد بالنا عشان اكل اكل رمضان لازم اكل اكل بتاع مش رمضان يعني عشان ابقى عندي مساحه اعرف استمتع بال ما قلناش مش هناكل بالقطايف بالظبط كده بس ما املاش بقى من ده الاول اكل الاكل اللي هو ما حدش بياكله في رمضان بس اكله عشان اكل ده عشان اقدر يبقى عندي مساحه اني اكل الاكل الرمضاني العادي اللي هو ممكن يبقى معمول برده بطريقه صحيه بس في كل الاحوال اكل لازم املى المعده دي واملى طبقي غير ان هو مفيد بكمان فوليوم من السلطه والخضار حتى لو مطبوخ ومتسبك ابقى نقيه من التسبيكه يعني وقدرنا ان هو يبقى مني في ني بس في الاخر باخد فوليوم من الشوربه انت قلتي اول حاجه الكميه وتاني حاجه الوقت الوقت يعني معركه الاشتباك اللي بتحصل في اول ثلاث دقائق دي لازم تهدى شويه بالظبط يعني بجد حاجه كويسه قوي ان الواحد يكسر صيامه ويقوم يصلي ويرجع فالتلت ساعه اللي الجسم بيبعت ارسال للمخ ان انا شبعت نكون استهلكناها ننضغ بشويش ناخد السلطه وناخد بعد كده البروتين وبعدين ناخد النشويات بتلاقي ان الواحد ما هجمش على المقليات والسمبوسك وكميه كبيره والسكريات وفي الاخر ضيع كل اللي استفاده في فتره الانقطاع والصيام اتفقنا يبقى احنا عايزين كميه نملى الاول بالحاجات نضحك على نفسنا وبعدين وقت وقت خد وقتك بالظبط ما احنا عايزين نتجمع بقى مع الناس ونرغي ارغي بقى والاكل مش في بقك وبراحتنا بالظبط كده لو انت في بوفيه يبقى خليك في اخر حاجه حلو ده ولو انت رايح عزومه ابقى عارف هي يعني احنا بيبقى الشكل مغري جدا بس انا ممكن ما ابقاش محتاج كل ده نقي اكتر حاجات بتحبها عشان مش هنقدر نعمل كل الحاجات كل الايام يعني في 30 يوم هنجرب كل حاجه بس يعني كل يوم انقي حاجه او اتنين انا عايزهم يعني اتفقنا
كان في سؤال مهم لازم نساله دكتور شاري عن ايه انواع الاكل اللي بتزود افراز الانسولين، وبالتالي وقالت كمان حاجه مهمه قوي، الحاجات اللي ما كلهاش مع بعضها. بعد الفاصل هنرجع نسال في ده، ولسه بنسال، احنا مش بنسال عن الدايت في رمضان، اوعى حد يزعل خالص، هنسال عن فلسفه الصوم وازاي علاقتنا بالاكل تبقى علاقه صحيه وطبيعيه، وما نخليش القصد الحقيقي والمعنى الاصلي من الصوم يفوتنا. بعد فاصل قصير لسه نتكلم عن ازاي ان عقلك يبقى فاهم وواعي لكل التفاصيل من اول انا بصوم ليه وانا عايز ايه من الصيام، والفلسفه الروحيه للصيام اللي كل واحد فينا قادر يلاقي من وراها اجابه على السؤال ده، لحد ما عقلك يبقى فاهم الاكل اللي بتاكله. واللي دكتور شاري كانت لسه بتقول لنا ده في اكلات بتزود افراز الانسولين واكلات ما ناكلهاش مع بعض، دول معلومتين مهمين قوي عايزين نعرفهم منك النهارده. اوكي، الاكل ثلاث انواع اللي هو ماكرو نيوترينز او الاكل البروتين والنشويات والدهون. احنا عارفين ان النشويات دايما بالذات البسيطه مرتبطه بطلوع الانسولين كتير. المهم قوي ان البروتين كمان بيطلع انسولين كتير. امال ايه اقل حاجه؟ الدهون. معقول الدهون اقل حاجه؟ عشان كده دي فكره دايما احنا فاهمين ان البروتين ده هو اللي اكله في الامان براحتي. لا خالص. بالعكس، ده اكل البروتين بالمعقول باحتياجنا في اليوم الواحد قد كف الايد. ده لو احنا كويسين وسعى قد كف الايد احنا بنبقى حاسين، ده لو باكل كل بالعكس تماما بيتخن وكمان معاه دهون، يعني كل الالياف بتاعت مهما كان شايفينه ما خالي من الدهون، هو بين الخلايا بين الفايبرز بتاعه البروتين مليان دهون. فاحنا ناخد احتياج كل اكل، كل واحد من دول على فكره في اكل، في مش معنى ان دهون ما بتطلعش يبقى كويسه، في دهون كويسه ووحشه، نشويات كويسه ووحشه، وبروتين كويس ووحش. فاحنا بناخد الاكل الغير مثير للالتهاب علشان يبقى فالمهم ان ده الكومبينيشن. اكتر حاجه انه اما باخد لازم، احنا اتفقنا ان يبقى فيه خضار، خضار او خضار ودهون عليه زيوت او كده، لكن ما يبقاش معاه نشويات وبروتين اللي هي الثلاثه الميكس الثلاثه دول لو عايزين نخس. لو عايزين نخس ده هيبقى بتاع. اما باخد نشويات اللي كانوا بيعلموه لنا في المدرسه هم علمونا حاجات كتير غلط، هم المدرسه ودكاتره الدايت علمونا حاجات، وكل سناكس كتير برضو غلط، وكل كتير على مدار سناكس غلط. بالعكس السناكس الكتيره دي بتطلع الانسولين، فبتخلي الانسولين طول الوقت عالي، فعشان كده بتخزن وقت جعان. بالظبط، انا عمال باكل حاجات قليله وفاكر نفسي بخس. الهرم ده كان فيه حاجات غلط، كل نشويات ودقيق وغلط. حتى الهرم كل خضار، كل خضار، سلطه، الياف، نشويات مركبه، بروتين كويس، زيوت نباتيه كويسه مش مهدرجه. هو يعني لكن ان انا اكل حبوب، هو القاعده بتاعت ده برضو طلع غلط. طلع غلط. حتى فكره الشوفان، كل شوفان ده صحي، ما هو الاكل الصحي هو صحي طبعا، بس قد ايه احنا اول ما بنعرف ان الحاجه صحي بناكلها. ما هو بنفترسها. بنفترسها بالظبط. فهو الشوفان 3 4 معالق، 5 معالق، لكن انا اعمل شوفان بصفه مستمره لا، ما هو ده بيعلي. او في حاجه اسمها جلايسيميك لود وجلايسيميك اندكس، دي حته مهمه. جلايسيميك اندكس يعني الاكل ده بيطلع قد ايه انسولين. كل ما الاكله دي ليها رقم، كل ما طلعت انسولين اكتر كل ما بقت وحشه، بقى رقم الجلايسيميك اندكس عالي. طب ما ممكن يبقى اكله ما بتطلعش كتير بس انا اكلت منها كتير قوي فطلعت كتير قوي، فبقت حتى لو هي اكلت منها كتير بقت برضو مضره وبتطلع الانسولين. الانسولين هو المسؤول عن الدهون اللي على الكبد، ومش بس السكر والامراض الدم، سوري امراض القلب والضغط والثلاثيه الايض اللي احنا عارفينها، ان الدهون اللي في حوالين محيط الخصر اللي بيسموها الفيسر الفات الدهون الحشويه اللي هو حوالين الاعضاء الداخليه بتاعتنا. بالظبط كده. دي خطر يا دكتور قوي صح؟ خطر جدا. عشان كده احنا دايما نقول للرجاله لما كرشه يزيد دي خطر عليه، ده اكتر حاجه خطر هي دلوقتي محيط الخصر، لان ده بتدل على ثلاث حاجات دول. وبعدين احنا كنا فاكرينها ثلاثيه الايض بس اللي هي امراض القلب والضغط والسكر، طلع بقى انها ده مرتبط بحاجات كتيره جدا زي الدهون اللي على الكبد واللي بقت حاجه كومن جدا، امراض المناعه، الاكتئاب والالزهايمر، وكل ده ليه علاقه قويه جدا جدا بالانسولين ومقاومه الانسولين والالتهاب، وحتى اسمها برين جات اكسس. فبقت الحته دي ما هياش بس
الثلاثية اللايت، عشان كده ان انا ابعد عن الحاجات اللي بتعلي الانسولين دي حاجة مهمة جدا. واللي حضرتك بتقوليه ده بالظبط ترجمة لفكرة انه ناس بعد ما بتنتزم في الاكل، بلتزم في الاكل، مش عايزة اقول اعمل دايت، بحس ان انا مبسوط، انتاجيتي بتزيد، بحس ان انا مش جعان. طيب. يعني ده سببه التفاصيل اللي حضرتك بتقوليها بتاعت ضبط الكيمياء بتاعت الجسم بقى. ده انت قلتي حاجات مهمه جدا جدا. لما بيتكرر الصيام لقوا حاجه اسمها الالتهاب الذاتي او الاوتوفاجي، لما تكرر صيام الاول لفتره طويله او الصيام رمضان فترات كتيره مده طويله بيحصل ايه؟ الجسم وما خدتش حاجات الاكل اللي هو بيطلع الانسولين كتير والحلويات، الجسم بيقدر المخ يبتدي يستعمل الكيتون بوديز ويستعمل حاجه غير الجلوكوز، يقدر بيستعمل ده ويبقى عنده قدره على الحكم على الامور والتركيز واعلى من استخدامه للجلوكوز دايركت. فبيبقى اهدى وبيبقى واذكى واذكى بالظبط. بالظبط كده. على فكره احنا لما بناكل بنفصل مش عارفين نفكر اصلا عشان بناكل السكريات طلعت ولخبطت الهرمونات بتاعتنا كتير، لكن احنا اكلنا اكل العادي مش ان انا صايم بقالي 16 ساعه وجبه كاني واكل الفطار الصبح عادي اكلت كان ده مش هيحصل لي التقل ده ومش هيحصل لي، بالعكس بعد تكرار هلاقي ان انا اهدى وحكمي على الامور اكتر واحسن، المخ بيستعمل الكيتون بوديز احسن من ده. يعني تطبيقا على رمضان لو فطرت فطار طبيعي بتاع ناس طبيعيه بالميزان اللي قالته دكتور شاري، روح بقى صلي التراويح وانت واعي ومركز وكويس، اسهر مع عيلتك واصحابك، اتفرج على التلفزيون وانت مش طول الوقت تعبان ومش صاحي تاني يوم بنفس الارهاق، كل حلويات بالمعقول. حاضر، حلويات بالمعقول وبروتين بالمعقول. اخر سؤال بقى، احنا وقتنا خلص بس لازم اسالك الجمله الشهيره بتاعت انا بعمل دايت وما بخسش، ما تقولي لنا سببها ايه؟ أسبابها كتيرة جداً. لازم نبقى نعرف أصل المشكلة، يا إما هي مقاومة إنسولين ولازم ده يتعدل، يا إما في حاجات زي مثلاً الفيتامين د في البكتيريا الحميدة لو مش موجودة والبكتيريا والتوازن جات مايكروبيوم ده مهم يعني جداً في الحرق. لو أنا فضلت ملتزم على دايت أسبوعين ملتزم مش إن أنا عامل نفسي بعمل دايت، ما هو مفيش دايت، مفيش حاجه اسمها كده، لازم الدايت ده يبقى بتاعك ما تفصل عليك. هو الدايت ده مناسب ليك ولا لا؟ انت عندك ستريس، عندك هرمونات، عندك في جزء من الخلايا مثلا اسمه الميتوكوندريا مسؤول على حاجات كتيره جدا. هل في عيب في ده؟ هل في عيب في الهرمونات الستريس؟ هل في عيب في الجات مايكروبيوم؟ يعني اصل المشكله حتى ده بنسميه فانكشنال ميديسن او اصل الحاجه، لازم الدكتور متخصص يعرف فين المشكله، بقى يعمل تحاليل وهيعرف من الهيستوري بتاعك انت فين المشكله وهيفصل لك الدايت وبناء على النتيجه والدايت المتفصل ده، هل هيك مقاومه انسولين؟ هل انت محتاج تصوم فتره؟ محتاج تاخد حاجات تحسن البكتيريا الحميده بتاعتك؟ يعني حسب نوع دي المشكله. رساله مهمه بقى بصراحه، مش بس للي بيعمل او اللي عايز يحافظ على صحته، دي في رساله للدكاتره، يعني الدكتور لسه بيدينا ورقه كده لكل الناس دي يعني الله يسامحه. فاحنا بشكر شكرا جزيلا دكتور شاري نبيل استشاري التغذيه العلاجيه والاستاذ بكليه الطب القصر العيني، نورتينا. ورمضان طيبة. جميل وكل سنه وانت طيبه وكل سنه وحضراتكم بألف خير. احنا مبسوطين جدا، احنا بنستقبل الساعات الاولى من شهر رمضان الكريم واحنا معاكم ان شاء الله. برنامج التاسعه مكمل معاكم في المواعيد الجديده اللي اتفقنا عليها، بس وزمن الحلقه هيقل شويه، لكن مكملين معاكم في شهر رمضان. اشوفكم ان شاء الله على كل خير.